السلام عليكم خوتي، سلام لكم، تحياتي لكم. رانا في الهايت بارك، رانا في الهايت بارك جيت او الهايت بارك وان. هنا خوتي راح نوريكم اغلى عمارة تابعة الماكلارن، يعني سيارة الماكلارن. هنا اعلى اغلى عمارة في لندن. طبعا الناس اللي ما تعرفش، هذه تابعة الماكلارن، فيها سكنات في نفس الوقت شركة ماكلارن. هذه هي أغلى بناية في لندن، الناس ما يعرفوهاش. في الشارع هذا يوجد هاروتس، عدة شركات عالمية وماركات عالمية، لذلك الناس تختار الشارع، وخاصة من دول الخليج. هنا موجود يعني مصرف أبو ظبي، شوف. هذه أغلى بناية في لندن، الناس اللي ما يعرفوهاش. تحياتي لكم، سلامي لكم، ربي يحفظكم خوتي، سلام. ايضا في الواجهة الاخرى محل هاروتس، شوف هاروتس، اغلى محل كان مالك الفايد، لكن اشتروا القطريين الان. الناس يعرفوا هاروتس في لندن. شراك لاباس؟ السلام عليكم. صافا شويه بس قلنا كلمه الناس يشوفوك. ربي يحفظك ان شاء الله. السلام عليكم. ها تاونا الله يوفقكم ان شاء الله، ربي يحفظكم. كاي خوتنا في كل مكان، المهم ربي يحفظكم خوتي، سلامي لكم، فرصه اخرى ان شاء الله. ايضا يوجد هنا مقر شركة سوناتراك في الشارع هذا، شارع معروف في الهايت بارك. هنا رانا في قلب الفخامة خوتي، هذا هي قلب لندن النابض، نايس بريدج. رولاكس والى اخره، فهمتوا خوتي؟ المهم سلامي لكم، تحياتي لكم.